بتفوت اللعبه، ولكن حتركزوا معايا بقانون اللعبه. حيكون معاكم سيف خشب وقدامكم ورقه فيها لونين بالترتيب من الاعلى ابيض وبعدين اسود وبعدين ابيض ثاني. المطلوب منكم قطع الورقه من الجزء الاسود بالسيف الخشب. اللي حيلمس الجزء الابيض سواء من فوق او من تحت حيخسر النقطه. كل متسابق ليه 4 محاولات، ولو في تعادل حيلعب مره ومره. ولكن قبل ما نلعب حيكون في قرعه، هتحدد مين هيبتدي الاول، وانا اللي هعمل القرعه. هنيدي ضيفي طبعا. اوكي يبدا الاول. اتفضل حضرتك. اتفضلي. سوف اعطيك هذا السيف المسنون. ثانك يو. احمد بقف هنا كده. يروح راسنا او مش عايزه من الابيض. ها خالص الاسود بس. واو فين السقفه؟ غلط. ما شاء الله مولود ساموراي. شفتي؟ مولود. يلا حبيبي. الله. نقطة. برافو. نقطة للسقة. تركيز الساموراي. يلا. ساموراي. ساكاموتو ساموراي. شون شون. انت تضرب امتى؟ يلا. تركيز. حماس. يا ولد. الحمد لله. مش عارفة أعمل فيك إيه. ولا حاجة. كسبيني. كسبيني. أيوه. كده أنا كسبان اتنين. أنت كسبان على طول. حبيب قلبي. حبيب قلبي. روحي. يلا حماد. نركز في الأسود. حاضر حاضر. حاضر. يعني بحاول والله. إيه ده؟ مظبوطة. برافو. حبيب القلب. حبيب. يلا نفس الموضوع. قعدت تنبر. نفس الموضوع. 1-0 للسقة لهلا. غزاه غزاه. ما ينفعش كده بالنص. هوب. اوه سقفة. لا والله العظيم الموضوع بتاعي في حاجة. ليه كل اللي عم بتروح معاك؟ ايه يا فندم؟ ما انا فاهم اللي بيكسب اللي بيشيل الورقة. لا لا. صح ولا لا؟ اوكي. يلا ها. يلا. يلا 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 بس. إذا ربح السقة هلا بيربح اللعبة هاي. مش هيربح. يس. لا. من السوداء. دخلت على البيضة. على البيضة. دخلت على البيضة. السوداء دخلت. أيوة على البيضة. السوداء. يلا ركز ركز. يلا ها. ركز ركز. 3-2-1. البيضة فاتت على السوداء. البيضة. ايه كده خسرنا. مبروك يا هنيدي. طبعا انت خدت خطوات ونكت يا باشا. شكرا. طبعا اكيد اكيد فوز احمد السقا بهيدي اللعبة. هنيدي كان 5، احمد كان 5، صار 10. بعدنا فيز بهيدي اللعبة ولكن